اول شيء نضيف نزود يعني التعداد تبع هلا اول شيء بنظم التقطيعات احنا التقطيعات ما منظمين فننقل بيناتهم اي ننقل بالفرع هاي تقطيعات منتظمه ما حلو الباركي في هيك تقطيعات تطلع حلوه للباركي ما بقدر اشوف الثاني اللي مرينا عليها بعد راني فهمت هلا هي ممكن افكرها تعطي نتيجه حلوه هلا بنشوفها خلينا ننزل على Advanced Controls Horizontal Count و Vertical Count رح نزيدها نتلقى القيم كثير مش عم تعطينا تباين على مساحة كبيرة اي معلش اعطيها على ال 24 تقريبا جبل نضبط الارتفاع تمام يعني زيدها للست جبل هلا شكلها هيك تيجي في الاي تعطينا تباين حلو معلش اهم شيء بالباركين هوريزونتال كاب فيرتيكال كاب يعني يا اما بنلغيها لانه بنعطيها كثير نتيجه خفيفه او قيمه خفيفه حتى 0.1 كثير فالغيها هلا مبدئيا جرب 0.01 شايفين شلون دوبا مبينين الباركين هيك على فكره هلا لما رح اعطيك الاربريان اخذيهم ولا خليهم هيك؟ لا خليه خليه هيك معنا بس اللون اعطيه رجع على 0 رجع كبرونا 0.01 تمام اللون اعطيه لون فاتح ميلوا شوي على الاصفر هي فعل النقطة هاي فانقار على الاصفر بس هيك يعطي درجة بسيطة ارفعت الابرنس شوي ايه درجة كبيرة شفنا شلون تباين مع بعضنا طيب بعدين شو بنعمل هون نضيف نضيف الاتمام على نضيف الاتمام نضيف صوت خشب بالاتمام احنا ممكن نتقل هون على الوود او ندخل على الارض هون في نقشات خشب موجود هون؟ بالارض هون لك خمس نزل يمكن عن خشبه هلا في اذا عنا مكتبات حكينا يعني في منهم مقاعد مثل ما شفنا لذلك في دوكر كثير بس عم نحكي نحن مشان نفهم تركيب الخانه ايه شايف هدول اخر شيء كلهم ممكن نفكرهم خط هذا اللون الغامق يطلع حلو او هذاك الفوق هناك فيه هذا ممكن يعطي ممكن هدول كلهم نستعمله هلا هدول لهم يعني مثل ما شايفين خطوطا عم تكمل فهي اذا كررناها ما رح تبين حزوز الخشب يعني المكرر ماشي طيب اوكي طيب بدنا نركز هون شوي بس هلا نحن ضفنا الصوره هاي اذا رجعت على المستوى اللي قبله شو رح يصير معي؟ رجع على المستوى اللي قبله لا شيل الشوك الجزر خلينا بالتيرز مبين عليكم التكرار معلش تزيد هوريزونتال جاب اخر شيء بنرجع بس مشان تصير واضحه بالشغل شايفين شلون ضايق الصوره على كل نحن ما هالشيء بدنا اياه بدنا اياها تجي تقريبا على خط الباركي هي شغله شغله ثانيه عبر الخشب وين ماشي بعكس رفع الباركي المفروض تجي على الطول فهي كمان بدنا ندخل نعدلها ندخل على الاتمام اول شيء في عنا على اليمين شيء اسمه انجل شايفينه يو في دبليو هلا احنا اللي نحن نتعامل معه دائما اللي هو الدبليو انجل مشان انا افتل الصوره فمحطوطه هون صفر رقم 90 درجه انتبهنا شو صار معنا جرب زيد يو في بس مشان نشوف لانه بتعمل مشاكل اذا صارت معكم بتعرفوها هلا اي معك استر جرب الفي يعني قد ما حاولت هون تغيره ممكن تفتهم معكم بس حتى اللي رح نتعامل معه هو الدبليو رجعوا للصفر تمام فانا هلا هون نقطة هلا نحن كم صف كنا قاعدين؟ 24 ما هيك؟ هلا انا هون بدي اكرر الصورة بحيث انه بتيجي يا اما الصورة بتيجي معي على صف واحد يا اما على صفين فبالتالي هون بدي اخذ شو بدي يكون رقم جرب خذه 24 ما هي بالعكس الفاني 24
دبل صورة تمام اعطي 50 تمام. الفكرة هاي الخطوط احنا هاي من اللوحة ولا من الرسمة؟ موجودة يعني عندك فبس انه ما يطلع معي خطوط الرسمة خلص هيك تمام على الفكرة. هلا احنا عم نشوفها على مساحة صغيرة لما بتكبر ما عم بنشوفها بتعطينا هالشيء. شو هالغير لازم تلقاها؟ خمسة أربعة هيك يعني قيم كتير خفيفة.
حط اكس على الارض تطلع في الدرايف. Thank you.